بنو تشور دي ها هنا الاخر اي فوالا بعد وين انا جاي بنو هو اللي يشعل قلت لها تين ثلاث قلت لي السعيد الحراس الغابات دخلوا المواطنين بديهم ان يعلموا ما وديش راني تاسد سواتي التويور كانوا الاعوان في دوريه تفقديه بغابه التجننت تم ملاحظه الدخان يتصاعد في من ادغال تاع البلوط الاخضر اين تم اخماد هذا الحريق واكتشفنا بلي الحريق هذا هو عباره عن عجله لشاحنه سيمي رومورك الحمد لله احنا دخلنا في الوقت المناسب ولكن كانت تكون العواقب وخيمه لاحظنا حريق من هين تجننت كانوا حتى مصالح الغابات معنا مصالح الغابات مباشرة قاموا بالتدخل احنا جينا معهم كمواطنين لقينا بلو معمر بالاخر بالحطب شاعل لولا تدخل مصالح الغابات في وقت قصير ووجيز لكان جبل العشنوار في خبر كان كانت تصرى كارثة والغابة كل تتحرق ولكن بتدخل أعوان الغابات نشكرهم سريع نشكرهم شكرا جزيلا.